عليكم معكم أشرف سياد. السلام عليكم معكم رانيا سياد. السلام عليكم معكم رانيا سياد. اليوم جينا لواحد البلاصه نتوما خاصكم تكتبوا لينا سميتها في الكومونتيرات. هاد البلاصه واعره، هي واد في الماء بزاف. اليوم غندخلوا لها غتشوفوا اجواء كثيره ومفاجاه. يلا معنا اجيو معنا. جينا لهاد البلاصه اللي قلنا لكم، ودابا غنصور لكم البلاصه باش تعرضوها. اللي غيعرفها غيكتب في الكومونتير، اللي ما عرفهاش شنو. المهم فيها الطبيعه واعره، ما تنساوش غنصور لكم وتنساوش تشتركوا. حاولين بغيتي نلعب كتبوا لي التعليقات. رايح رايح. هاكي نصور لك يلا. البلاصه اللي قلنا لكم وما تنساوش تكتبوا لينا في الكومونتيرات كيفاش جاكم الفطور ديالنا. طبيعه زوينه، خلابه، الجبال كبار كيبانوا كلهم زوينين. دابا حنايا مع قربنا للسما بزاف كيبانوا لك نجومه بزاف، وتحت الجبال كيبانوا لك غير وحده جوج ثلاثه. حنا كيبانوا لك بزاف بزاف بزاف، والجبال كبار كيبانوا لك كلهم. ودابا والديور، الديور فوق في الجبال. وهاو الفطور ديالنا هنايا في هاد البلاصه، وكتبوا لينا في الكومنتات شنو سميت هاد البلاصه وكي جاكم هاد الفطور. لا 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 ل
وما قولا ما يجب ان يقول